جول الرابع لصالح فريق الفتح. 40 دقيقة من المباراة اتجه للكرسي وجلس يتابع لاعبيه في أرضية الملعب. شوف اللقطة، شوف الكرة والتمرير للأمام والانطلاقة من الجهة اليسرى والكرة العرضية داخل المنطقة والتسديد والهدف الرابع لصالح فريق الفتح. 4 أهداف إلى أقصى الجناح الأيسر. استلام الآن إلى سفيان، سفيان يحاول يتقدم يلعب الكرة رائعة جدا، الكرة العرضية والمحاولة ذهبت. واهم المفاتيح بالنسبه لفريق الفتح هو جول طار. كل كره السلطان موجوده امام جول طار. كره منقوله عرضيه توصل مره ثانيه تتحول فريدي يحاول يتقدم وكره بالامام وكره ياخذ كره ينقل الكره للامام توصل لفريدي، فريدي ينقل المجرشي، مجرشي مره ثانيه تصويب وكره ملعوبه الى خارج الملعب الى خارج مرتده سريعه. المراد المحاوله لكن كمبه منتظر المسدد، كمبه يلعب البينيه حلوه 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 حلوه. عبد القدوس، عبد القدوس فتحه وينطلق الفيل خطيره للفتح، خطيره للفتح. اليوسف يحاول للفتح، المرور جميل جدا من اليوسف خطيره فتحه ماجد يلعب الكرة والتمرير خاطئ إلى عبد الله اليوسف العائد للتغطية والتمريرات للسكعان إلى عبيد. شوف الوقت هي لكن الكرة تتخلص، الكرة تتخلص وتعود. اللمسة والمحاولة قائمة في وسط الميدان، نقل الاتجاه من جديد. الكرة يبحث عن سعود من الناحية اليمنى والكرة تتخلص إلى خارج الملعب وإلى رمية جانبية. عند عبد العزيز الناشي يلعبها إلى مورالها، مورالها العائد في المباريات الأخيرة من الإصابة، لاعب ممتاز، واحد من الارتكازات المميزة في مورالها في الوسط يلعب الكرة عند منصور حمزي السريع يتقدم منصور في التغطية عبد الله بشكل ممتاز مقطوعة من عبد الله الكرة انطلاقة ممتازة جدا من أحمد الشمراني واصلة محاولة موجودة الآن اتفاقية إلى عبد الله سالم ولكن الكرة تتخلص. حاول يرجع إلى اللعبة مع الشباب ولكن كذلك يعطي الثقة الكاملة في حكم اللقاء. يعطي الثقة الكاملة للظهير الأيمن. جانب الظهير الأيمن. أمين عطوشي كان في اللقطة الماضية عمر مزيعل يحول لفراس الشواط، فراس يحاول يتقدم، فراس مرة ثانية تدخل قوي جدا عبد الله اليوسف يبعد. We'll be right back.
ممكن توصل لماجد. رياض نازل للتو وبالتالي تجد انه يحضر بالكره على الجانب اليمين ومحاوله ملعوبه لكن الكره فيها رميه جانبيه. خلصها في المرمى يا ولد يا ولد يا ولد. واحده مشيت انما الثانيه ما مشيتش من احمد حمدي. يلعبها الكره عند طاهر محمد طاهر يبقى اللي خرج احمد ريان. ده بانكوك للمشاركه في النهائيات. كره ملعوبه سريعه الان لمصلحه المنتخب الكوري. الانطلاقه جاءت لمين ولكن يكسب من خلالها ربما هي اول ضربه ركنيه على مرمى المنتخب السعودي. كره اللعب سريعه الان لمصلحه المنتخب الكوري. نعم وصلوا في الدقيقة الخامسة وتم احتساب ضربة جزاء لهم. تم تذكيري